أنا رجعت معكم مشاهدينا بحلقة جديدة من تشامبيونز، واليوم مثل ما ذكرت عم بستقبل بطل أكيد سنه شوي صغيرة بعمره 21 سنة، ولكن بالرياضة اللي بيمارسها برياضة الباركور أنا بعرف عمل إنجازات كتير كبيرة. أنا بعرف أنه لما تسمعوا كلمة باركور كتير من الناس اللي عم بيحضرونا ما بيعرفوا شو باركور، ولكن الباركور هي لعبة صار لها 20 سنة عم تمارس بالعالم، وهلأ كتير عم بتكون عم تاخد اهتمام كتير كبير تمارس. حتى كتير إذا بتحضروا فلومة الأكشن بتشوفوا رياضة الباركور موجودة بكل هالفلومة، موجودة بكتير من الدعايات بتنعمل، لأنه مثل ما قلت عم تاخد اهتمام كتير واسع بالعالم. مشان هيك أنا بشرفني استضيف اليوم جعفر حمدان. أنا كمان أنت... أستاذ أمين بتشرفكم بضيافتك، وبداية إذا بتحب بلش نعرف شو هي هيدي الرياضة. قبل أنا ما في أسأل، لأنه ما في أقول من وين جبت هالموهبة، لأنه بعرف خالك البطل الدولي واللاعب اللبناني ولاعب منتخب لبنان السابق أحمد حمدان، وبطل كتير كبير بلعب التايكوندو، فأنت مخول يعني. بس خبرنا على الباركور للمشاهدين يعرفوا شو الباركور ونرجع نحضر فيديو بعدين. الباركور هو عبارة عن انتقال من نقطة A إلى نقطة C من دون ما نمرق بالنقطة B بأسرع طريقة ممكنة وبأكثر طريقة ممكن تحافظ على سلامة جسمنا وتحافظ على سلامتنا. هي رياضة بلشت من 20 سنة، ياريت بتخبرنا شو عن الهيستوري تبعيتها. هي بلشت هيدي الرياضة مع ريمون بيل اللي كان بالجيش الفرنسي، ريمون بيل، وبعد فترة ابنه ديفيد بيل اللي مثل بي 13 اللي كان البطل رجع طورها لهيدي الرياضة وحط حركات وعمل تكنيكس معينين وسمى الحركات، وكانت هي الباركور تنكتب بالساء، غير الساء حط محلها كا صار تنكتب بالكا الباركور، ومن وقتها لهلا بعد عم تتطور هيدي الرياضه وصارت منتشره عالميا بامريكا باوروبا، وصار لها شيء من 2003 بلبنان تقريبا. من 2003 بلبنان يعني رياضه. نعم. بعدها اذا بدك فتيه شوي بعدها جديده. قلت انت انه ريمو بال اللي عملها كان بجيش فرنساوي، هل هي استعملت كرياضه عسكريه؟ هل اذا عندك فكره اذا عملها للاستعمال العسكري مثلا هيدا وبعدين طورها للرياضه المدنيه، ولا لا هي بس هي بلشت لقوا الجيش الفرنسي انه هن بحاجه لها بالغابات وبالتنقل وهيك، بعدين انتقلت صارت شكل أربن أكتر، صارت مع التطور صار العالم حسوا انه هني بحاجه لقلب المدن، خاصه الاركيتكتشر اللي هلا عم تصير بالمدن مثل بلندن مثل بكتير بلدان هيك في اركيتكتشر كتير حلوه، حفات سطوح اقرب كذا هيك، يعني هيدي الرياضه صارت انه العالم بحاجه تستخدمها، هي عم تتنقل اذا بدك على شغله على مدرستها، إذا بدها توفر طريق، إذا بدها يعني تعمل رياضة تعمل سبور بتكون بنفس الوقت عم تعمل. خلينا نشوف فيديو لنوضح أكثر ونعرف شو أكثر ونشوف أكثر قديش رياضة الباركور حلوة كتير، وممكن إنه يلي يكون عم بيمارسها كمان هي اتس أوت دور أكتيفيتي، ممكن يكون عم بيمارسها عم بيكون عم بيتمتع بنفس الوقت. خلينا نشوفه سوا. We'll be right back.
جعفر شوي بتحس انه اذا حدا بشوف بيحضر هالرياضة بحسها اكستريم، يعني مع انه مع العلم انه اذا انا بدي اروح على شغلي مثلا مشي في اعمل باركور انا رايح على شغلي، يعني هي بنفس الوقت كتير ممكن تعملها بحي الله محل، ولكن مزبوط. كمان انا مثل ما شفت بحسها اكستريم. اليوم انت من فريق الال بي كي اللبنيس باركور، كيف اليوم مثلا اذا بيجي اهل لعندك بدهم يعلموا لك، كيف تقنعوا انه هلا هيدي رياضه منا خطره هيدي رياضه؟ لانه وقت كنت عم بحكي معك حكيت عن التهور والسيفتي، يا ريت بتخبرني شوي اكثر هيك لنعطي الفكره المضبوطه. هلا هو صعب شوي نقنع العالم بهالفكره انه هالرياضه سيف ومنا خطره، لانه اول شيء بيقول لك انه انتم بتنطوا من سطح لسطح وهيك ما بعرف شو، مشي بابا خلص بلا هالرياضه. هي لا، اول شرط بهيدي الرياضه هو السيفتي، بعدين عدم التهور. هول الشغلتين بس يكونوا عند اللي عم يتدرب هيدا الرياضه مستحيل يعور حاله. مثلا اول شيء اذا بدك تعمل حركه اوت دور، نحن قبل ما نبلشها بالاوت دور بنتمرن عليها جوا اندور، بنتمرن بطريقه يكون في فرش، يكون في كل السيفتي بريكوشنز المطلوبين حتى الواحد اذا وقع هو عم يتعلم الحركه ما يعور حاله. بعدين بس يخلصها 100% اندور من دون ما يصير غلط فيها ولا 1%، بيطلع بجربها اوت دور بس بشكل اصغر. مثلا اذا عم ينط مترين من عم ينط من مطرح لمطرح مترين اندور، برا بجربها من متر من مطرح لمطرح متر. يعني هيك قد ما فينا بهذه الرياضه بنراعي انه الواحد ما يعور حاله، ويكون لانه هي بالنهايه هي بتهدف مثل ما قلنا اول شيء انه تنتقل من مطرح لمطرح بطريقه سليمه وسريعه، مش سريعه وسليمه. مزبوط. الانتقال من نقطه للثانيه بعالم الرياضه بنقول له الاجيليتي او المرونه، يعني تمرينكم انتم لما تكونوا عم تتمرنوا مش بس بيعتمد علي اللي شفناه، لانه اللي شفناه انا برايي ادفانس كثير معك، بتصور جوز غيب ومعك غيب كمان بلش الباركور اللي بلش الباركور بلبنان ووجه له تحيه كثير كبيره، وجاد ابو شاهين، ولكن ما يعني هيدا كثير ادفانس. كيف الواحد ببلش؟ يعني اذا هلا حابب حدا عم بيحضرنا يبلش باركور، كيف ببلش؟ شو بتعطوه اول شيء؟ نحن عاده الصف هو ساعه ونص، نص الوقت بيكون وارم اب. وارم اب كل شيء ستريتشنج ومثل بوش ابس وهالقصص لحتى نقوي المسلز، نعمل يكون في مثل ما قلت حضرتك الاجيليتي اللازمه لتعمل كل الحركات. نص الصف الثاني بيكون هو تكنيك للحركات، يعني مثلا اذا بدنا نعمل نقطع اوبستكل بحركه مثلا اسمها كونغ او ليزي، او نتمرن على هالحركات، وهالحركات شوي شوي بصير التلميذ او الترينر بيتقنهم مزبوط. مع البراكتس بتقلهم مزبوط. اكيد كمان نرجع نذكر انه بنكون عم نراعي السيفتي بريكوشنز، بيكون في فرش، بيكون في تابي، بيكون في كل هالقصص. بعدين بس يعني مع الوقت كل واحد وحسب جسمه، هو ممكن ناس تتاقلم بشهر مع الرياضه، ممكن ناس مثلا تحتاج لسنه لتوصل، وفي يعني من مختلف الاعمار ببلش من 6 سنين لا ما في يعني لمس معين بيوصل لا، وكل واحد اكيد على قده. بس قلت اول شيء وقت بلشنا كثير هالرياضه عم تاخذ اهتمام، اذا بدك الدعايات لما يعملوا بروموشنز لكل شيء بيتعلق بالاكشن، وخاصه بالموفيز يلي له علاقه بالاكشن. يعني مثل ما قلت لي انت، يلي واحد بيحضر بشوف هيك ناس عم بيركضوا فري رانينج او حتى باركور، يعني كثير في اهتمام لها. وليش هذا السبب انت برايك؟ ريليتد للاكشن وكول، هي رياضه كول. اول سبب اللي هو يمكن واضح انه هي بعدها جديده هذه الرياضه، بعدها مش مشهوره كثير، يعني بعدك لهلا حي الله حدا بتقول له انه بعمل باركور بقول لك شو الباركور، بدك تقعد تشرح له هيك، فبس يعرف شو هي كثير بيكون انترستد لها لانه اول مره بيسمع فيها ورياضه جديده وهيك. ثاني سبب انه هي عن جد يعني شكلها حلو وافيشنت، وبلس انه هلا صارت عم تاخذ اهتمام كل الدايركترز على صعيد عالمي جدا بكل الافلام، وخاصه الاكشن موفيز، يعني قليل اكشن موفي ما بتلاقي فيه باركور، وهي يمكن لها علاقه بالستانتس اللي بتصير بالافلام، فاللي بيعملوا باركور عاده هن بيكونوا عندهم خبره بالستانتس. في كتير افلام معروفه بيجيبوا منها ناس بيعملوا باركور ليعملوا لهم كوريوغرافي للستانتس. كمان يعني بلبنان هذا الشيء عم يصير عن جديد، البرودكشنز عم يطلبوا هالاشياء كرمال الستانتس. حتى ديسكفري شانل عملت ومراكز ابحاث كثير كبيره، عملت ابحاث كبيره عن هالباركور وقديش تاثيره على، لو بتعرف وزن الجسم لما تكون عم تعمل جامبينج وعم تنزل من محل عالي قديش بيقيسوا السرعه على وزن الجسم، وقديش هذا الوزن عم بيزيد وكم مره عم بيزيد لحديد 8 مرات ممكن الامباكت يكون. سو الابسوربشن تبع النزله على الارض بدها تكنيك وبتتعلمها بركي عندكم. مزبوط. طيب شو الفرق بين فري رانر وباركور؟ فري رانينج وباركور، لانه منهم هن ذاتهم، انا كل ما اعمل ريسيرش عن باركور بيطلع لي كمان فري رانينج. نعم. بس هو منهم هن شوي بيختلفوا عن بعض بشكل انه الباركور هي بس لها علاقه بانه تقطع الاوبستكلز.
يعني حيلا اوبستكل عندك اياه كيف تتجاوز وكيف تنط من تعربش على هالحفله، كيف تعربش على بوابه، كيف تنزل على من مرتفع لمرتفع وتتخطاه بدون ما تعور حالك. الفري رانينج فيها يمكن شوينج اوف اكثر، بتعمل فيها فليبس، بتتشقلب، بكون فيها فري ستايل اكثر. ما هدفها انه بس انه اجتاز الاوبستكلز انا او انه اقطع من ميلي لميلي، هدفها اكثر انه اعمل شوينج اوف، اتشقلب، اتسلى، هيك مثل جيمناستكس يعني. هلا وكمان هو شغله بركي بنحس نحن لما نقول ونحكي عن هالطريقه ونشوف هالفيديو ونفكر انه منا ممنهجه هيدي الرياضه، ولكن في لها اسم، لها فيدريشن عالمي اسمه الورد باركور فيدريشن، عندهم بطولات عالميه، وانت بالمستقبل عم تحضر حالك لتشترك بهالبطولات مثل النورث امريكان باركور يلي بيصير بكاليفورنيا، ومن اهم المباريات العالميه، حتى بكون في على تقريبا مثل ما قريت انا ومثل ما عملت بالريسيرش كثير من البلدان واكثر من 90 بلد بالعالم عنده بطولات بالباركور. مزبوط. فهي اجت بال 2003. طيب شو بتعطيك الباركور جعفر لحياتك اليوميه؟ انت بتقول مثلا كل رياضه ممكن الرياضات الايطاليه تعطيك ديسيبلين بحياتك، الرياضه عامه الا ما بتعمل لك اديشن كثير حلو على المستوى الجسدي والفكري، خبرني شوي عن لانه خبرتني شيء وقت كنت على الموتو انت بتعلمك كيف تقلب. وهذا شيء نحن ما بنقول انا بالرياضه عم بتعلم كيف اقلب، انه يا ريت تحكي لي شوي. اول شيء بنحاول نقنع فيه نحن الاهل انه هذه الرياضه ما لنا خطره، بلس انه ممكن تحميك من الخطر بشكل انه مثلا في كتير تكنيكس انت بتعملهم بالباركور، لما تنط من مطرح عالي بتعمل شيء اسمه رول لحتى تخفف لك الامباكت تاعو النطه او هالقصص. فممكن مثلا لاحكي حاسه شخصيه صارت معي، كنت مره ماشي على الموتو، مهم صار في شيء زحطت وقعت على الموتو، حطيت اجري دغري برمت بطريقه انه عملت رول عم تحكي عنه يعني تقريبا مثل برمت هيك. مزبوط. لو ما كنت بعمل باركور، ما بعرف هيدي الحركه، يمكن كنت عورت حالي اكثر، وقعت على وجهي او كسرت ايدي او شيء. بس هيدي يعني بالديلي لايف ممكن تعوزها بهذا الشكل، او انه مثلا كنت ماشي فتت بزروب لقيت حف مسكرت لك الطريق. ما في شيء بيقف بوجهك يعني، بتطلع البنايه وتنزل. مبدئيا لا لا لا، فيلوزفي كثير حلوه عن جد. انا كثير الفيديوز اللي شفتهم، الارتكلز اللي قريتهم بهالاسبوع، فيها فيلوزفي كثير حلوه. ما في شيء بيجي من 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 لا شيء هيك انه عم نعمل، لانه الفيلوزفي تبعيتها كثير حلوه، بتعطي كثير اكيد بالحياة، انه انت ولا اوبستكل الا شيء مورال، ولا اوبستكل لازم توقف قدامه، ولازم تستعمل جسمك. بالزبط. لانه اجدادنا وقت كانوا يروحوا على كانوا يعملوا باركور، ما كان في طرقات وما كان في شيء، كانوا يستعملوا هالرياضه بركي بلا ما هن يحسوا، كانوا يعربشوا وينطوا. بيجي لمحل انا اسمه شوك ابسوربشن، لان احنا كجنرال بابليك كثير من العالم بيصير عندنا مشاكل انه ما بنعرف نعمل شوك ابسوربشن، بس ريفلكس سريع. مزبوط. وبتتعلم انت بركي تمتص كل صدمه لما يتعلق الامر بالامور الحياتيه اللي بتعملها بالفانكشنال موفمنتس. طب لعرف عنك اكثر، انا جعفر حمدان، عمرك 21 سنه. مزبوط. يلي هو يعد بعد ايج عندك كثير اشياء تثبت فيها بهالرياضه، وانا مثل ما انت قلت لي مكمل. وزنك 72 كيلوغرام، طولك متر و76 سنتيمتر، وانت مثل ما قلنا باللبنيس باركور عم بتحضر حالك لبطولات. وين بدك توصل انت بهالرياضه انت كجعفر حمدان؟ هذا الرياضه خبرتني يعني بدك ترفع اسم لبنان، وهذا شيء بنفتخر فيه ان شاء الله. بدنا نرفع اسم لبنان كلبنيس باركور برا، طامحين نوصل لمستوى معين. انت شو هدفك؟ قل لي انا جعفر حمدان وين بدي اوصل. طامحين نوصل لمستوى معين، وانا هدفي اوصل لمستوى يعني يقدر عالميا، بشكل انه بتصير اي فيديو بتحضره على الانترنت، اي فيديو بتشوفه انه بتقول انه عنا منه بلبنان هول اللي بيعملوا نفس الشيء، مش انه برا اقوى. نضل نقول انه برا اقوى، وبرا بيتدربوا اكثر، برا عندهم المتطلبات اللازمه. قد يعني بتنبسط هلا مثلا اذا بتلفن لك مثلا ستيفن سبيلبرغ بقول لك انت اخترناك تعمل تمثل ستانس باكشن موفي؟ اكيد بنبسط، اكيد بنبسط كثير. فالطموح هون انه يصير عندنا القدرات اللي عندهم اياها الفرق العالميه اللي برا، القوايا مثل تامبست وستورم. ستورم انا بعرف كثير عن ستورم، فريق فريق مخيف، فريق جدا رهيب. يعني طموحنا نوصل لهذا المستوى، دائما بنقارن حالنا بالتوب. طيب احكي بعد هيك بطريقه كثير سريعه، انجريز تعرضت شي مره من ورا الباركور لانجري منعتك انك تقدر تمارس هالرياضه وترجع؟ ووين اكثر شيء بتحس انه معقول تتضايق يعني من التروما، تضرب حالك بشيء، تقلب بطريقه غلط؟ تعرضت سابقا لانجري، عورت كتفي، كنت عم نط شي 4 امتار ونص تقريبا، نطيت عملت ترول بطريقه غلط، مش نتيجه تهور بس ما كنت محمي، ويعني بتصير كنت ناطط اعلى منها قبل مره وكذا مره وما صار معي شيء.
فهذه الحادثه كسرت فيها كتفي ووقفت رياضه 6 اشهر. فهات هالست اشهر كثير علموني اشياء كثير نفسيا وجسديا ومعنويا. برافو. يعني صرت بعدين اقدر افكر مزبوط، ما اتهور، اقدر احسب كل خطوه بدي اعملها. وبالنسبه للشقه الثانيه قلت لي عنه انه في ذكرني فيه انه في ناس تستخدم الباركور كرمال بحاجه ليستخدموا الباركور كرمال يحموا حالهم او شيء. إيه لا مزبوط، وقت تكون انت بتتعلم كيف تقلب، بتتعلم انك كيف تعمل شوك ابسوربشن. فهذا الشيء كمان بعدين من بعد هذه الحادثه فكثير كثير زاد معي، يعني صرت استخدم الباركور اكثر بكثير بحياتي من قبل. بس انه مثل ما قلت حضرتك لها فلسفه كثير حلوه، انه الواحد بهذه الرياضه قبل ما يتحدى الاوبستكلز بيتحدى حاله. مزبوط، الفير فاكتور اللي هو اللي بيمنعك انه تنط من هالحفه لهالحفه، بس اكيد بشكل سيفتي. يعني ذكرتني بقول كثير حلو، لانه عم تحكي عن الفير فاكتور. انا مره واحد قال لي انه المجنون مش هو الشخص اللي بيعمل اشياء خطره، هو المجنون هو الحقيقي اللي ما بيعمل الاشياء اللي بحبها. فحتى مزبط. لو كانت خطره مثل الباركور بنجرب قد ما فينا دائما بالقليله. وانا من الناس اللي حتشوفني عندك رح اجرب كون كوتش تبعي لعده سيشنز مش كثير، بس لشوي احس بالباركور واعرف شو الباركور، لانه انا برايي رياضه كثير مهمه، عندها فلسفي كثير مهمه. مشاهدينا بتعرفوا قديش نحن بحياتنا متعرض لأوبستكلز، هذه بركي بتكون كناية عن بركي تست لنا انه الأوبستكل اللي بنشوفه قدامنا نتعلم كمان عن الأوبستكل اللي بنشوفه بالمورال تبعنا كيف نقدر نقطعه. بدي انتقل انا لعند زميلتي تينا. I love it أمين. ايه حلو كثير عن جد. واو، يعني انت عم تابع المقابلة I'm so impressed، وبحس قد ايه بدها ذكاء وبدها body strength. يعني كثير هيك elements essentially. مزبوط مزبوط، بدها فوكس كثير عالي. وانا هيدا وقت رحت لاعمل تست معه لجعفر ما تشوفيني كيف كنت مثل ولد، لانه هلا جربت انا شوي هون بالمطبخ. هي داز اميزنج ستاف، عمل اشياء اوقات قدامي لايف كانت انا عم بطلع عم بقول معقوله هذا الشيء يصير. شو حلو. واكيد فيها فلسفه مثل ما قلت، وكل رياضه لها فلسفه تبعيتها. وبتمنى انه العالم يكونوا ما عم بياخذوا فكره عن الباركور انه هيدي رياضه اكستريم، لا يكونوا عم بيشوفوا شو من وراها وقديش فيها فيزيكال فتنس كثير عالي. بس اكيد بدها كثير تريننج كمان. بدها تريننج، بدها التزام. اتز هاي ريسك نو؟ مظبوط، اتز هاي ريسك، مثل كل يعني اليوم بنشوف حدا ماشي على قال شيء كثير مهم جعفر، انه اليوم سيفتي وعدم التهور. يعني هدول بتعرفي انا سكاي دايفر وناس بيعملوا سكاي دايفنج، وسكاي دايفنج اكسيدنتس هن واحد بالالف، يعني اقل من حوادث السيارات اللي بتصير بالطرقات. سو كل واحد بيمارس الرياضه بمهنيه عاليه وما بيتهور وبكون عنده سيفتي عالي بيتبع الجايد لاينز تبع السيفتي بكون عم بيستمتع فيها. That's a great sport. Bravo. Thank you. شو عندك هلا تينا؟ اليوم عندنا اشياء حلوه مبلشين. اول شيء مع بالانس، واكيد في كوكينج رح نعمل اليوم كعك العيد، بكره بتعرف ايستر. اكيد بدي اعيد كل اللبنانيين اكيد كمان مره بعيد القيامه من المسيحيه. سو كل هالتفاصيل هلا بوقتها ان شاء الله. All right. Thank you.